أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإيثار في القرب كأن أقدم أحدا علي في الصف الأول في المسجد؟ نعم، هذا إذا كان له قدر، هذا الشخص عالم له مكانة أو أمير، تقدم ولا بأس، أو والد من والد يعني والد تقدمه، وأنت تدعو وتتصدق عن، ألست تصدق عن إخوانك؟ ألست تحج وتعتمر عن إخوانك؟ هذا من الإيثار بالقرب. نعم.